تتخلصوا من بقايا البرامج وبقايا تنزيلكم للبرامج وبقايا كمان انكم تتخلصوا من البرامج، بيبقى ليها بقايا، بقايا فتحكم لمواقع النت بيبقى فيه بقايا على الكمبيوتر، اي صفحة بتفتحها على النت بيبقى ليها بقايا عندك على الكمبيوتر. طب او اللاب، طب ازاي نتخلص منها؟ اول حاجة هنعمل ايه؟ هنعمل الاتي، هنضغط على الويندوز هنا مع حرف الار، كده نستنى شوية اهو طلعت لنا الويندوز سي. هنكتب اول حاجة عندنا اللي هي 100 تم 100 اهي، هتكتب هنا الامر ده 100 تم 100 وبعدين تكتب اوك، تضغط على اوك. دي اول حاجة، يروح مفتوح عندك صفحة، تفتح عندك صفحة، الصفحة دي هتعمل لها ديليت كلها، ودي بتتملي على فكرة، يعني مش انت ممكن تعمل الموضوع ده كل اسبوع، كل 3 ايام، من ما تبدأ كل شهر، اي وقت انت فاضي فيه او انت فاضي فيه بتقدري. ماشي تمام، هنضغط على كنترول زائد حرف الايه، كنترول عشان اخلص منهم كلهم، كنترول مع حرف الايه، نعمل كنترول كده كنترول ونضغط حرف الايه مع بعض. عندي معلقة بس شوية، كنترول كنترول، تفضل تضغط. يعني انا عندي ليه في عندي كنترول مع حرف او تمسك واحدة واحدة طبعا وتعمل لها ديليت، وتعمل هتعمل كليك على اي حاجة وبعدين تعمل كليك يمين، طبعا ده مش حلو يعني، كليك يمين وبعدين تعمل ديليت. تمام، هيظهر عندك انه ايه بس كده، تعمل كليك وبعدين كليك يمين وبعدين ديليت هكذا. بس طبعا ايه الشغلة، هتفضل ماسك واحدة واحدة كده وتعمل كده وبعدين تعمل ديليت، كليك يمين وبعدين ديليت اهو، كليك وبعدين كليك يمين الفارة طبعا او وبعدين ديليت، تخلص منهم كلهم طبعا. ايه مش هنقدر نمسك واحدة واحدة، فاحنا بنعمل كنترول، هتضغط كنترول مع حرف الايه، كلهم هيبقى لونهم لبني او على حسب يعني، كلهم هيتلونوا بلون واحد. بعد كده بتضغط كليك يمين برضو وبعدين تليت. بس انا عندي في حاجة هنا بايظة اهو، كان متعلق. بعد كده بتقف عند اي حاجة من الحاجات الملونة هنا، اي حاجة، وبعدين تعمل كليك يمين وبعدين ديليت، كله هيتمسح. تمام اهو، تراي اجين اكيد ايه، واعمل تراي اجين تراي اجين. مش مشكلة، هيبقى فيه يعني هيبقى فيه 2 3 كده عايز تخلص منهم، بتعملهم 2 كليك كده اهو، كليك او تسيبه او تسيبوني او هنا مثلا، لو عملت 2 كليك كده هيتفتح اهو هنا هو. تمام، بعد كده هو ايه، هتمسك واحدة واحدة وتعمل لها كليك يمين وتعمل لها ديليت، او هتمسك هتعمل كنترول برضو او اتمسحت، كنترول مع حرف الايه مع بعض اهو كلهم، وبعدين كليك يمين وبعدين تليت، يعني بتخش جوه البرنامج نفسه وتعمل ولحد ما تخلص منهم كلهم، لحد ما تخلص منهم كلهم. في منهم مش بيرضى يعمل ديليت، مش مشكلة، بس ان يبقى انت ايه، او بيقول لي انت متأكدة انك عايزة تخلصي منهم، وبقول له ايوه يعني في مجموعة، يبقى انا اتخلصت على الاقل من جزء كبير ما عدا الاتنين دول. هحاول في دي، اعمل كليك يمين وبعدين ديليت لحد ما اقدر طبعا
مش نافع. ممكن برضو اعمل 2 كليك هيتفتح لي تاني حاجة، طبعا حاجة مش فاهمها طبعا هروح عاملها اقفل على طول. يبقى كده 100 تم 100 تمام. هنكتب اول حاجة. طب ايه تاني حاجة؟ برضو هنضغط ويندوز مع حرف الار تاني اهو، وبعدين بعد كده هلغي كلمة 100 دي اهو، اعمل واجي هنا اقف والغي كلمة مية تبقى اسمها تمب بس، وبعدين اعمل تي اي ام بي تي اي لا بحيث انك تفتكر. الصفحة دي بتبقى مليانة جدا، بس انا سجلت قبل من نص ساعة، وطبعا التسجيل طلع مش بيشتغل ووقف عندي، كنت انا اتخلصت من كل حاجة. هو برضو بيتملي يعني كل اسبوع كده تخش تبص وتعمل له ديليت تمام. هروح انا عملت كليك، وبعدين اعمل كليك يمين برضو واتخلص منها تمام. بيبقى مليان جدا، انا بس سجلت والتسجيل ما اشتغلش معايا تمام. يبقى ايه تاني بعد كده؟ هو بقفل تاني، وبعدين نعمل امر تاني اللي هو برضو ارجع تاني اعمل الويندوز برضو وحرف الار، واعمل وامسح هنا خالص. بدل ما اكتب تمب هكتب اهي، كتبت معايا بريفيتش اهي، طبعا انتوا ايه شايفينها اكتبوها كما هي كده. انتوا طبعا من كتر ما انتوا بتخشوا بقى وهتعملوا، هي اول ما تكتب كام حرف كل هتظهر على طول، عشان انتوا دايما ايه بتعملوا الامر ده، فهتظهر عندكم على طول. اول مرة لازم تكتب حروف كبيرة يعني كونتينيو على طول. انا استنى شوية برضو الصفحة تتفتح لي همسحها برضو. طبعا برضو هي كانت مليانة عن كده، شو اهي بسم الله ده اتملت في نص ساعة، اتملت ده كله بسم الله الرحمن الرحيم اهي. طب هنخلص منهم ازاي؟ هنخلص منهم بنفس الطريقة، هنقف هنا نعمل كنترول اهو تاني، كنترول زائد حرف الايه الايه تمام. هتعملوا كنترول زائد حرف الايه، هتضغطوا. لا بس انا عندي ايه معلق عندي، معرفش ليه يعني. عامه لو معلق عندكم هتمسكوها واحده واحده وتعملوا ديليت ليها، طبعا هتبقى شغله صعبه جدا، لكن بالكنترول مع حرف الايه هتضغطوا اهي تاني اهي، كلها اتلونت بلون واحد. بقف عند الالوان دي، ما بخشش هنا، لو عملت كده هيتلغي اللي هو ايه ان هما يتزالوا مع بعض، اللون ده هيروح يعني. بعد كده هو بعمل كليك يمين وبعمل ديليت. كل ده كان زيول البرامج، زيول فتح المواقع، كل ده اهو اتخلصت منها، فاضل دي تمام. طب كل ده بيروح فين يعني؟ بعد كده بيروح فين ده كله؟ بروح عاملة كده وبروح جاية هنا اشوف عند سطح المكتب، هلاقي ريسايكل بين، واروح فاتحة ريسايكل بين. اقول اللي انا نزلته نزل على ريسايكل بين، هفتح ريسايكل بين، هفتح ريسايكل بين وايه وازيله. فتح معايا اهو، بسم الله اهو. كل دي البرامج اللي احنا والزيول، البرامج وزيول المواقع اللي احنا دخلناها، اللي احنا ازلناها عملنا لها ديليت، نزلت على ريسايكل بن. هعمل ايه بقى تاني؟ برضو نفس الطريقة، كل ده من نص ساعة يعني. انا كل ده كنت منظفاه نص ساعة، رجعت يعني يعني انت كل يومين ثلاثة هتعمل الموضوع ده اهو. برضو كنترول مع حرف الايه، وبعدين هنعمل كده كليك يمين، وبعدين نعمل ديليت اهو، نقول يس طبعا انت متأكد اهو، بينزل بقى يفتح لي الويندوز اللي هو الديليت، بي ايه بي نتخلص من كل ده تمام. كل ده هي تخلصت منه